الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وافتح علينا فتوح العارفين بك وواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. تكلمنا في اللقاء السابق عن معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، وقلنا أن مراد الترمذي رحمه الله تعالى بهذا الاصطلاح إن كان الحديث مروي بسند واحد فهذا يعني التردد بين قوله حسن أو صحيح، وغاية ما هنالك أنه حذف حرف التردد وهو أو، يعني حسن أو صحيح، فاختصر ذلك إلى قوله حسن صحيح. وعلى هذا الاعتبار فأن ما قيل فيه حسن صحيح بهذا الاعتبار يكون أدنى مرتبة مما قيل فيه صحيح. أما إذا كان هناك إسنادان فقوله حسن صحيح أي إسناد حسن والآخر صحيح، أحدهما حسن والآخر صحيح، ويكون المحذوف حرف الواو العطف، يعني كأنه كان يريد أن يقول حسن وصحيح فحذف حرف العطف. وهذا يعني أو يفيد وفقا لهذا التعريف أن ما قيل فيه حسن صحيح أعلى مرتبة مما قيل فيه صحيح. لماذا؟ لأن كما قلنا كثرة الطرق تفيد الحديث تقوية وصحة، فعلى هذا التعريف يكون ما قيل فيه حسن صحيح أعلى مما قيل فيه صحيح. وهذا يعني وارد في السنة حذف حرف العطف سواء أو الواو، فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد جلدته أو شتمته، جلدته شتمته آذيته ضربته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة. فمراده صلى الله عليه وسلم ضربته أو شتمته أو جلدته أو آذيته ونحو ذلك، ولكن حذف حرف العطف، فهذا وارد في السنة ولا غبار عليه. هذا ما تكلمنا أو ما انتهينا إليه في المرة السابقة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وأما تقسيم اللغوي أحاديث المصابيح، كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، إلى حسان وصحاح، مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن، فليس بصواب، لأن في السنن الصحيح والضعيف والمنكر، بل والمنطوع. إذا أضفنا يعني إلى السنن كتاب سنن ابن ماجه، يبقى في السنن نستطيع أن نقول أن في السنن أيضا الحديث الموضوع. ولكن البغوي رحمه الله تعالى كان يقصد بهذا أنه إذا أخرج حديثا من طريق أصحاب السنن أو رواه أصحاب السنن فيستغني عن ذلك، بدلا من
أن يقول في كل مرة رواه أصحاب السنن أو رواه فلان وفلان يقول هذا حديث حسن. يوم إحنا نعرف إيه؟ أن هذا الحديث موجود في السنن وليس في الصحيحين. كما سيأتي بيانا، ومن أطلق عليها أي على السنن الصحاح كقول السلفي في الكتب الخمسة، إيه هم بقى الكتب الخمسة؟ كقول السلفي في الكتب أو السلفي في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وكإطلاق الحاكم على الترمذي الجامع الصحيح، وإطلاق الخطيب عليه أي على الترمذي وعلى النسائي اسم الصحيح فقد تساهل. يعني من أطلق على هذه الكتب اسم الصحيح فقد تساهل. لماذا؟ لأن كما ذكر فيها الضعيف والمنكر والغريب كما. ممكن ممكن، لكن احنا نطلق عليها السنن. لماذا؟ لان اصحابها لم يشترطوا اخراج الصحيح المجرد فقط في كتبهم كما فعل اصحاب الصحيح البخاري ومسلم. البخاري ومسلم اشترطوا في كتابهم او في كتابيهما ان يذكر الصحيح فقط، اما اصحاب السنن فلم يشترطوا ذلك. قال التاج التبريزي: ولا ازال اتعجب من الشيخين، يعني ابن الصلاح والنووي، في اعتراضهما على البغوي، مع ان المقرر انه لا مشاحة في الاصطلاح. مشاحة كده تضبطها كده بضم الميم وفتح الشين والحاء المشددة المفتوحة، ولا مشاحة في الاصطلاح. وكذا مشى عليه علماء العجم، آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصره. قال العراقي: أجيب عن البغوي بأنه يبين عقب كل حديث الصحيح والحسن والغريب. يعني العراقي يقول إن بعض العلماء أجابوا عن الإمام البغوي بأنه يبين عقب كل حديث درجته سواء كان صحيحا أو حسن أو غريبا. قال أي العراقي: وليس كذلك، يعني ليس الأمر كذلك، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن بل يسكت. يعني إذا كان الحديث في السنن لا يتكلم عنه بل يسكت. طب لماذا يسكت؟ لأنه الحسن والصحيح من باب المقبول، فيسكت لأن هذا الحديث سواء كان صحيحا أو حسنا فهو من باب المقبول أو من قبيل المقبول، فلا يحتاج إلى أن يتكلم عنه. ويبين الغريب والضعيف غالبا. لماذا؟ لضرورة البيان، لأن هذا الضعيف ليس من المقبول وكذلك هذا الغريب ليس من المقبول، يعني يبين لضرورة البيان. ضرورة البيان. فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، أي ما زال الإيراد والإشكال قائما. قال الشيخ: وكذا مشى عليه رواه العجم. قال العجم يعني يحصل فروق في الزيان
غير العرب يقصد يعني. غير العرب. في أي شرعية يعني في قول الحديث أو في قول العجم يعني. لأن العلماء مثلا عندما يطلقون شيئا في أمر على أحد فيقيدونه ويقولون فقهاء أو مكلفين أو عامة المسلمين فهذا التعبير والتقييد أول ما أقابل. لماذا؟ لأن التاج التبريزي لم يكن عربيا وجل مشايخه من العجم، كل أو جل مشايخه كان من العجم، فهو كأنه يقول أن علماءنا من العجم جلهم يسير على هذا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فلذلك قيده هنا بالعجم وليس العرب. لا، لأن زي ما أقول لك هو كل مشايخ أو معظمهم من العجم ليسوا عربا، الذي نتلقى عنهم العلوم أكثرهم من العجم، فهو بيقول علماءنا اللي احنا تلقينا عنهم وأخذنا عنهم كانوا يسيرون على هذا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، إذا اصطلح الإنسان على شيء فيكون هذا اصطلاح خاص به ولا تلزمه باصطلاح غيره، واخد بالك؟ فلذلك قال ايه؟ مشى عليه علماء العجم. وقال شيخ الاسلام: اراد ابن الصلاح ان يعرف ان البغوي اصطلح لنفسه ان يسمي السنن الاربعه الحساب، ليغتني بذلك عن أن يقول عاقب كل حديث أخرجه أصحاب السنة، يعني يستغني عن كلمة كل عاقب كل حديث أخرجه أصحاب السنة أنه يقول إيه هذا حديث حسن، فإن هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح العرفي، ده مصطلح خاص بالإمام إيه البغوي، المصطلح حادث مش جاري على عرف علماء الحديث وليس على منهجه، اصطلاح خاص به هو اخترعه وابتكره لكي يعني للاختصار ولعدم التطويل. عندما يذكر هذا التعبير يقول هذا حسن، هل يقصد ان اصحاب السنن كلهم اخذوا هذا الحديث ام يكفي ان واحد خرج هذا الحديث اخرج هذا الحديث؟ لا يكفي أن واحداً منهم أخرجه، يكفي أن واحداً أو اثنين أخرجوه، لا يشترط أن يكون كل أصحاب السنن أخرجه. المهم البغوي يعني يسمع هذه المصطلحات في كتاب المصباح. كتاب المصباح مصابيح السنن. وليس هو مشكلة مصابيح. هذا هو مشكلة المصابر الذي شرحه شيخ العلماء القائل المفضل ما يشرح مشكلة المصابر. ده شرحه. نعم. هذا هو الكلام. لكن هذا الشرح، لكن اللي احنا بنتكلم عليه ده الأصل المتن بتاع الإمام البغوي. فروع: أحدها في مظنة الحسن كما ذكر في الصحيح مظانه، وذكر في كل نوع مظانه من الكتب المصنفة فيه إلا يسيرا نبه عليه. كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره لأنه من أكثر الذين ذكروا هذا التعريف أو هذا الاصطلاح هو الإمام الترمذي في سننه. قال فروع ولكن فروع سري وجهه وذكر بعضها هي فقط. نعم. تعالوا سهوا منهم رحمه الله. طب في حد عنده في حد عنده مثلا فرع واحد؟ لا
يقول فروع في حتى في النسخة فروع. وهو أكد على قول شيخ ليس إلا باب واحد بضم حديث حسن كتاب الترمذي وأبي داود وسائر صحابه. فوائد الأولى منها باب حديث حسن. نعم. لعله سهل منه يعني بسيطة يعني أمر سهل. الفرع الثاني إذا كان روي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط. بعده بحوالي مثلا 10 صفحات. الشيخ عوام قال إيه بقى؟ هو قال شيئا آخر تماما. ماذا قال؟ ليس إلا فرع واحد بضم حديث الحسن كتاب الترمذي وأبي داود وسيأتي الصفحة 55 تحت عنوان فوائد الأولى منها من مضاد الحديث الحسن اسمه الدور الدارقطني فكان بينه مع سنن أبي داود والترمذي حديث حسن. طيب يعني هو الشيخ قال إن ليس هناك إلا فرع واحد قال هذا؟ لا هو فقط هو قال ليس إلا فرع واحد يعني ليس إلا فرع واحد والشيخ قال كهذا. أنت تقرأ ولا بتأتي الكلام ده من دماغك؟ لا هو كتاب الترمذي وأبي داود وسائر صحابته مقصود أن أعطيتها إلى أمار فوائد الأولى من الفوائد. لكن هي العبارة دي عبارة الشيخ ليس إلا فرع واحد. نعم. لا هو في فرع في الفروع جاية كفاية. أظن أن حفص شيء أخر معهم أنه هو يقول هو كأنه يقول يعني بضم الحديث الحسن غير أبي داود غير الترمذي يعني أبي داود هذا فرع يعني. لا هو الفرع الأولاني إن كتاب الترمذي أصلا في معرفة الحسن إلى آخر الكلام. الفرع الثاني إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط إلى آخره. مش موجود عندك؟ لا موجود. لو احنا لما نجد كده شيء يعني غريب لا يعني نتهم انفسنا الاول يعني قبل اي نتكلم على الائمه. طيب يبقى الترمذي رحمه الله تعالى هو من اكثر الحفاظ الذين يذكرون في كتبهم الحديث الحسن وهو أشهر من ذكره وأكثر من ذكره. قال ابن الصلاح وإن وجدت في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. طبعا هي وإن كانت موجودة عند الإمام أحمد والإمام البخاري بس إيه لكن ليس بالكثرة التي عند الإمام الترمذي ليس بالكثرة التي عند الإمام الترمذي. قال العراقي وكذا مشايخ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعي. حتى الإمام الشافعي برضو إيه تجد عنده إيه ندرة في هذا الاستعمال يعني قليل من الأحاديث التي يذكر فيها أنه إيه أن هذا حديث حسن. قال في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا تكملة الحديث فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. الحديث يعني ايه؟ اي ايه وذكر الحديث
اللي أنا ذكرته لكم تكملة. الإمام الشافعي قال إذا حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد، وقال فيه أيضا أي في اختلاف الحديث: وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ركع دون الصف. الحديث، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ زادك الله حرصا ولا تعد. فالإمام الشافعي قال يروى بإسناد حسن. فالإمام السيوطي أو الحافظ العراقي عايز يقول إن كلمة حسن مستعملة قبل الترمذي، استعملها الإمام أحمد والبخاري ومن قبلهما الإمام الشافعي وغيرهم، يعني ليس الترمذي أول من ذكره، بل ذكرت قبله عن كثير من الأئمة. ولكن كما قلت أن هؤلاء الأئمة كانت عندهم ندرة في قولهم أو في حكمهم على حديث بالحسن، لكن الإمام الترمذي هو أول من توسع في هذا. وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده وأبو علي للطوسي أكثر في ألف، حال أقصد أنها مثنى، يعني أكثر من ذلك، إلا أنهما ألفا بعد الترمذي. وتختلف النسخ منه أي من كتاب الترمذي. في قوله حسن أو حسن صحيح، طيب زي إيه مثلا؟ مثل حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يعني إيه؟ استنى كده لما نتأكد يعني ايه ان الفجر طلع على محاله، يعني ايه لا نصلي الفجر في اول وقته بالضبط، ننتظر الى ان نتبين ونتاكد ان ايه الفجر قد طلع. فبيقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. هذا الحديث اختلفت النسخ فيه، فبعضهم بعض النساخ يقول أن الترمذي قال حسن، وبعضهم يقول حسن صحيح. والله وكحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا. وأن تعتمروا هو أفضل. هذا الحديث أيضا اختلف النساخ عن الترمذي الذين يرون الترمذي هل قال حسن أم قال حسن صحيح. أغلب النسخ التي في أيدينا اليوم تقول أن يعني أقرب من 75% أو 80% من النسخ الموجودة بين أيدينا اليوم للسنن الترمذي فيها أنه يقول حسن صحيح. حتى المزي، الحافظ المزي في تحفة الأشراف، سار على على من يقول أنها أنه حسن صحيح في هذين الحديثين. حديث العمرة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟
ابن دقيق العيد بيقول ايه؟ انا لم اجد التصحيح الا في نسخه واحده فقط، نسخه الحافظ الكروبي، وما سوى ذلك من النسخ فهي ايه؟ بالحسن. تقول ايه؟ الامام الترمذي يقول حديث حسن. فده مثاله حديثين للاختلاف بين قول الترمذي هل هو قال حسن ولا قال حسن صحيح. فينبغي يعني ايه كما يقول الشيخ ان تعتني بمقابله الايه؟ الاصل اللي معاك. واحنا ذكرنا قبل كده ايه معايير النسخ اللي هي الجيده التي تنقل منها. قلنا يجب ان تكون النسخه قديمه، يعني عندك نسخه قديمه ونسخه حديثه، تاخد انهي؟ تاخد النسخه القديمه قابل عليه. عندك في نسخة بخط المؤلف أو بخط تلميذ المؤلف يبقى دي أولى. عندك نسخة عليها سماعات وبلاغات للحفاظ، يعني مثلا نسخة عليها خط الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر أراها ومعلم عليها كده في الجنب في جانب الصفحة، يبقى دي أولى من غيرها، وهكذا. وذكرنا قبل كده ايه شروط النسخ التي ايه تنقل منها. فينبغي ان تعتني بمقابله اصلك باصول معتمده وتعتمد ما اتفقت عليه. يعني اكثر النسخ زي ما قلنا هنا بتقول ايه حسن صحيح، يبقى ايه نمشي على ايه حسن صحيح. لذلك تلاقي تقريبا النسخ كلها للترمذي اللي موجوده في الطباع الان في الاسواق هذان الحديثان تلاقيهم ايه الترمذي قال فيهم ايه حسن صحيح، مع ان ابن دقيق العيد بيقول انا ما وجدتش التصحيح الا في نسخه واحده. لكن احنا لما جينا قابلنا الترمذي في هذه العصور وجمعنا النسخ لقينا معظم النسخ هي تقول حسن صحيح، فسرنا على هذا. وهي دي معنى كلمة إيه؟ وتعتمد ما اتفقت عليه. يعني معظم النسخ متفقة على شيء ونسخة أو نسختين هم اللي انفرضوا، لا يبقى نمشي على ما اعتمدت أو اتفقت عليه النسخ. ومن مظانه أيضا، مظن إيه؟ الحديث الحسن، سنن أبي داود. فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهم شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. طبعا هو الإمام أبو داود رحمه الله كانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، لدرجة أنهم قالوا أن كتاب أبي داود السنن هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام، أجمع كتاب لأحاديث الأحكام هو كتاب سنن أبي داود. قال وبعضها أي بعض الأحاديث التي ذكرها أصح من بعض. فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يكن في أحد الصحيحين ولم يصححه غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن ولا ضعفه، يعني هو الإمام أبو داود لم يضعفه، فهو حسن عند أبي داود، لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما أي الصحيح والحسن، ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، يعني لا بد أن ينص عليه أحد الحفاظ أو أبو داود نفسه. وبالمناسبة أبو داود في كتاب السنن من النادر جدا جدا جدا
أن يحكم على حديث بالصح، يعني يمكن هناك حديث واحد أو حديثان اللي يقول عنه أن هذا حديث صحيح، يمكن حديث واحد حتى. ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، فالأحوط الاقتصار على الحسن. يعني بل إيه الحديث الذي رواه أبو داود ولم يكن في الصحيحين أو صححه أحد من الحفاظ المعتمدين وسكت عنه أبو داود، يبقى ده إيه؟ الأحوط إننا نقول عليه إيه؟ حديث حسن. طب ما نقولش عليه حديث صحيح ليه؟ قال لك لابد أن يكون هناك نص، إما من أبو داود أو من غيره، أو يكون هو هذا الحديث في الصحيحين، أو صححه أحد غير الشيخين البخاري ومسلم. طيب، فالأحوط الاقتصار على الحسن، وأحوط منه التعبير عنه بصالح. ليه بقى؟ لأن هي دي عبارة الإمام أبي داود، قال وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو صالح. طبعا هنيجي دلوقتي إيه، هل هو يقصد صالح للاعتبار ولا صالح للاحتجاج؟ هنقول دلوقتي. وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد أو ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره. فالإمام أبو داود قال إيه؟ إن ما سكت عنه فهو إيه؟ فهو صالح. طب صالح دي مش وارد انه يخش فيها الحسن؟ وارد انه يخش فيها الصحيح؟ وارد. ايه؟ الضعيف. لا، الضعيف صالح. لا، هو مش هيشوف الضعيف. هو الضعيف يبقى لا هنيجي للموضوع ده دلوقتي، هنتكلم عنه. بس لسه شوية. لكن الصالح ما حدش يقول ان الصالح ده يقصد بيه الضعيف اطلاقا. طب ليه؟ يعني انت ممكن بقى تعترض تقول لي لا، ده هو زي ما انت بتقول كده بيرى الحديث الضعيف ومش عارف بيقدمه على القياس وبيقدمه على قول الرجال ومش عارف ايه الكلام ده. أبو داود في رسالته إلى أهل مكة عندما تكلم عن كتابه السنن قال: وكل حديث وما أذكره في هذا الكتاب كل سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند صالح. أوعدت لكم إيه؟ حتى الكلام اللي قاله أبو داود بالظبط. يقول وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. هو يقصد بهذا الضعيف. يقول في رسالته إلى أهل مكة وهو كتاب، كتاب السنن، لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. يعني ما فيش سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تسمع عنها أو قريتها أو كده بإسناد صالح إلا وهي في هذا الكتاب. يبقى هو يقصد بكلمة صالح دي إيه؟ الضعيف؟ لا،
يعني بيقول لهم ده معنى كده بقى ان بيقول لهم كل الاحاديث اللي في كتابي دي ضعيفه. مين اللي بيقول كده؟ شيخ وهو يقيم هذا الكلام لا يكتب يقول اذا لم يوجد فبغيره. طب ما احنا قلت لك دي هنيجي عندها دلوقتي، مقصود ابو داوود بها ايه؟ او فعل ابي داوود ايه؟ لكن عبارته دي او في رسالته لاهل مكه تفيد ان معنى الصالح عنده ايه؟ اي صالح؟ صالح للاحتجاج. الصالح للاحتجاج ده ايه؟ إما الصحيح أو الحسن. لكن ما حدش يقول أبدا إن بقى المقصود بالصالح ده الضعيف خالص. هناك قول شيء أبدا يا سيدي، فهو يقدمه على العمل الدنيا على القياس الصبر، مرمى ما كان ضعيفا ضعفا يسيرا ووسطا لا ضعفا شديدا. نعم. طيب حاجة حاجة الصوت هيتكلم عنها، مش عايزين بس نسبق الايه الاحداث. طيب فابن رشيد يقول بان ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا وان لم يكن كذلك عند غيره، وده اعتراض في الحقيقه اعتراض وجيه، اعتراض وجيه. لماذا؟ خاصة إن أبو داود زي ما قلت لكم من النادر جدا في كتابه السنن أن يحكم على حديث أنه صحيح. يمكن هو حديث واحد زي ما قلت لكم، أو يمكن ما فيش حتى خالص. طب هو الحديث أهو سكت عليه وبالإضافة إلى سكوته عليه هو يقول أنا ما سكتتم عنه فهو صالح. طيب ابن رشيد يقول طيب صالح دي ممكن تكون برضو صحيح حتى على الأقل عند أبي داود، أو ممكن تكون عند الإمام أحمد أو ضعيف هذا الحديث بعينه، يعني اللي سكت عنه أبو داود ممكن يكون عنده ضعيف أو حسن، لكن هو عند أبو داود صحيح سكت عنه، فده اعتراض من ابن رشيد اعتراض وجيه الى حد ما. فجي الناس ردت على الكلام ده وقالت ايه؟ طب ما هو الامام ابو داود بيقول ايه؟ وما كان فيه وهم شديد بينته. قال لك يعني معنى كده إن اللي فيه وهم غير شديد مش هيبين، واضح؟ يقول ما كان فيه وهم شديد بينته، يبقى إذا اللي فيه وهم أو ضعف غير شديد مش هيبين، واخد بالك؟ طيب ده بيتوقف بقى على ايه؟ هل ابو داود زي الائمه المتقدمين كان يقسم الحديث الى صحيح وضعيف فقط، ولا كان عنده نفس التقسيم صحيح وحسن وضعيف؟ يعني الترمذي وهو يعني في طبقة الإمام أبي داود عنده الحسن وعنده الصحيح وعنده الضعيف، لكن مش معنى كده إن لازم يبقى أبو داود مثله، مش شرط إن يكون أبو داود مثله، ممكن أبو داود كان يسير على منهج المتقدمين جدا الذين ايه لا يفرقون بين الصحيح والحسن، زي ما قلنا قبل كده الحاكم ابن حبان ابن خزيمه ما كانش عندهم حاجه اسمها حسن، هو
الصحيح وضعيف، والحسن ده داخل او مندرج في الصحيح، واخد بالك؟ طيب نقرا كده ونشوف. وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بانه ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا وان لم يكن كذلك عند غيره. وزاد ابن الصلاح انه قد لا يكون حسنا عند غيره، طيب، ولا مندرجا في حد الحسن. اذ حكى ابن منده انه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول كان من مذهب المسائي ان يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن منده وكذلك ابو داود ياخذ مأخذه، يعني كان يخرج عن كل من لم يجمع او يجمع على تركه، ويخرج الاسناد الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. ده كلام الحافظ ابن منده. طيب، وهذا أيضا رأي الإمام أحمد، فإنه قال إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال، لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص. طيب، ابن تيمية كان يعني من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد، وهو يعني على جميع الأحوال هو عالم مجتهد فقيه، يعني كونه قد خالف الإجماع أو خالف الأمة في بعض المسائل هذا لا يخرجه عن كونه عالم مجتهد. فابن تيمية بيقول أن من ادعى أن الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على قول الرجال أو أنه يحتج بالحديث الضعيف، الحديث الضعيف يعني إيه؟ غير الصحيح والحسن. فابن تيمية يقول من ادعى هذا فقد غلط عليه، من ادعى هذا فقد إيه؟ غلط عليه. وقال إن العلماء في زمن الإمام أحمد وقبله كان الحديث عندهم ينقسم إلى حديث صحيح وضعيف. فابن تيمية عايز يقول إن الحديث إذا يعني لم يكن شديد الضعف أو ارتقى إلى مرتبة الحسن فإن الإمام أحمد كان يقدمه على رأي الرجال ويحتج به إذا لم يكن في الباب غيره، وليس معنى ذلك الحديث الضعيف اللي هو إيه؟ شديد الضعف أو بين الضعف، هذا الإمام أحمد لا يحتج به ولا يقدمه على رأي الرجال، وده قول ابن تيمية. وأعتقد أن هذا ينسحب أيضا على الإمام أبي داود، فالإمام أبي داود أيضا كان يعني من المقلدين للإمام أحمد. فحدة إن هم يعني إيه لضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال والكلام ده أنه لا يعدل على القياس أو إلى القياس إلا بعد عدم النص، مش المقصود به الضعيف اللي هو الضعيف في مصطلحنا إحنا، بل الضعيف ربما كان مقصده به الحسن أو الذي انحط
عن رتبة الصحيح. فالإمام أحمد قال يقدم هذا على رأي الرجال ويحتج به، لكن هذول المرضى كان بيحتج بالحديث الضعيف. ابن تيمية يقول لا، هذا غير صواب، والإمام أحمد لم يكن يقصد هذا، خاصة إذا يعني كان ذلك في باب الأحكام. يعني لا نتصور أن الإمام أحمد يأخذ حديثا أو يستنبط حكما من حديث ضعيف، حتى ولو كان هذا الحديث لا يوجد في الباب غيره. والأئمة كأنهم يعني في رأي الجمهور أن العمل بالحديث الضعيف له شروط، فمش مجرد كده أن أنا أجد حديث ضعيف أروح أحتج به، لا، احتجاج بالحديث الضعيف له شروط، ألا يكون شديد الضعف، ألا يوجد في الباب غيره، كل دي شروط، أن يكون في فضائل الأعمال، أن يكون مندرج تحت أصل أو قاعدة كلية، كل دي شروط لا بد وأن تجتمع في الحديث الضعيف حتى نعمل به ونحتج به. لكن يعني لا يتصور أن الإمام أحمد يجد حديث ضعيف، خاصة إذا كان في باب الأحكام، ويأخذ منه حكما ويحتج به. ده كلام الإمام ابن تيمية. وسيأتي في هذا البحث مزيد كلام، حيث ذكر المصنف العمل بالضعيف، فعلى ما نقل عن أبي داود يحتمل أن يريد بقوله صالح الصالح للاعتبار دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف أيضا. طبعا هذا احتمال وارد، لكن احتمال ضعيف شوي. ليه؟ عبارته التي ذكرها في رسالته إلى أهل مكة اللي أنا قلت لكم عليه، بيقول ما ذكر لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صالح إلا وتجدوها في هذا الكتاب. لكن ذكر ابن كثير أنه روي عنه، أي عن أبي داود، وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح ذلك فلا إشكال. يعني إن صحت هذه أو هذا النقل من ابن كثير عن أبي داود يبقى خلاص الإشكال كده هذا الشيخ عواد. طيب نحن ما وجدناش أبو داود في أي كتاب من كتبه، أو نقل عنه أحد من تلامذته أو من الأئمة أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، بل العبارة التي قالها أبو داود وما سكت عنه فهو صالح. نعم، ما هو ابن كثير بيروي عنه، يعني في رواية عن أبي داود هو ابن كثير شافها أو سمعها، إن أبو داود قال وما سكت عنه فهو حسن، لكن هذه العبارة مش موجودة، لم نجدها، بل الوارد عن أبي داود وما سكت عنه فهو صالح. ربما هذا حدث لابن كثير من يعني من اختلاف العلماء، هل هو صالح دي يعني أكثرهم يقول أن صالح مراد أبي داود بصالح حسن، فربما يعني هذا جاء إلى ابن كثير من هذه الناحية، يعني فظن أنه روي عن أبي داود أنه قال كذلك، ولكن هذه العبارة غير موجودة، لم نرها لا لأبي داود ولا لغيره. الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر
قاضي أحمد بن حنبل رأيا وأنكر كل ما نسبه للشيخ الإمام، فأين ذاك وجد؟ في الفتاوى، مجموعة الفتاوى الكبرى. وسؤال، ألا تقابل كل هذا السطور على أن الضعيف يدخل الصالح؟ لا. لأن الشيخ يقول بعض الناس أن يخرج عن طريق وسائل الانتقاد بعد أن رأي الإمام أحمد في الإمام قال أن الضعيف أحب إليه من رأي الرجال، لأنه لا يوضع في الامتياز إلا بعد النص. أصل أنت لو أدخلت الضعيف في الصالح يبقى كده تقريبا كل الأحاديث أو معظم الأحاديث التي بسنن أبي داود هتبقى ضعيفة، لأن هناك أحاديث كثيرة جدا سكت عنها أبي داود في السنن، فيبقى ما سكت عنه فهو صالح يعني ضعيف، يعني ما يقرب بقى ثلاثة أرباع السنن سنن أبي داود هتبقى ضعيفة، يعني هو تقريبا سنن أبي داود فيها ما يقرب من 5000 حديث، يبقى 4000 حديث منهم ضعيف على الأقل مثلا، يعني ليه؟ لأنه سكت عنه، وسكت عنه صالح، يعني صالح ضعيف. ألا يرد إيه؟ طريق الكفر. طريق؟ أو الطرق هنا ملهاش دخل في القصة. هو أبو داود قال كده، قال إذا كان ليه طريق أخرى يبقى حسن مثلا. طيب إذا لم يوجد في باب غيره، إذا لم يوجد في باب غيره ما في قيمة. أبو داود قال كده برضه؟ أبو داود ما قالش كده. لا بس أبو داود ما قالش كده، هو الشيخ عوام بيقول إن صالح يعني يدخل فيها الضعيف؟ يقول هذا؟ هذا رأيه. ضعيفة ليس ضعفا شديدا. هو يعني برضه ايه؟ يعني هناك شروط لقبول الحديث ضعيف، شرط الاول الا يكون في غيره، هو الا يكون احكام و بس هو أبو داود نفسه ما لم يتكلم على كل هذا، وقال ما سكت عنه فهو صالح، فصالح دي معناها إيه؟ صالح للاحتجاج ولا للاعتبار؟ أبو داود في رسالته لأهل مكة تفيد أن كلمة صالح معناها صالح للاحتجاج. طيب صالح للاحتجاج ده ايه؟ هو بقى الصالح للاحتجاج الصحيح والحسن، الضعيف غير صالح للاحتجاج. يعني هو في رسالته لأهل مكة دي هي اللي حلت الإشكال، هي التي هي حلت الإشكال، فبيقول لهم يعني تقريبا كل الأحاديث اللي في وردت في هذا الكتاب في إسناد صالح. طيب أنا أقول بقى إيه؟ صالح دي معناها ضعيف، دي معناها إن كل أو معظم كتاب سنن أبي داود هيبقى ضعيف. هذا التصور من أين جاء؟ اللي هو بقى الناس اللي بيقولوا إن يدخل فيها الضعيف، قول أبي داود وما كان فيه وهم شديد بينته، يعني بقى اللي ما فيش وهن شديد مش هبينه، خد بالك. بس هذا ايضا يعني
ما كان فيه وهم غير شديد لا يقال فيه أيضا صالح، وفيه وهم كيف يكون صالحا؟ واضح؟ يعني كل واحد يبقى ايه ليه مذهب وليه رأي، لكن هو يعني الراجح وهو ما ذهب إليه الجمهور أن كلام أبي داود أو الأحاديث التي ذكرها وسكت عنها هي من قبيل الحسن، وقد يكون فيها الصحيح أيضا، قد يكون فيها الصحيح أيضا، لأنه سكت عن أحاديث وهي صحيحة. طيب، تنبيه: اعترض ابن سيد الناس ما ذكره ابن الصلاح في شأن سنن أبي داود، فقال: لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، يعني لم يعرف الحديث الحسن ولم يحكم على حديث السنن بأنه حسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره، أنه اجتنب الضعيف الواهي. يعني عايز يقول إن أبو داود صنيعه في السنن كصنيع مسلم، إنه اجتنب الضعيف الواهي فلم يذكر الضعيف الواهي في سننه كما فعل مسلم، وأتى بالقسمين الأول والثاني، طيب إيه القسمين الأول والثاني؟ مسلم في المقدمة قال: أنا هقسم الأحاديث اللي أنا هذكرها في الصحيح إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يرويه الحفاظ المتقنون، القسم الثاني ما يرويه المستورون المتوسطون، القسم الثالث الذي يرويه الضعفاء. في بعض الأئمة كالحاكم فهموا يبقى كلام مسلم ده إن هو هيعمل جزء يذكر فيه أحاديث الحفاظ، ثم بعد أن ينتهي منه يصنف جزءا آخر فيه أحاديث المستورون المتوسطون، وبعد كده هيذكر القسم الثالث. فالحاكم قال وقد اخترمته المنية قبل أن يذكر القسم الثالث، هو الحاكم فهم كده. العلماء قالوا لا، زي الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال لا، ده هو كان بيذكر الثلاث أقسام في الباب الواحد، يأتي أولا بالأحاديث التي الصحيحة التي في درجة أعلى درجات الصحة يرويها الحفاظ المتقنون، وبعد كده يأتي إلى الأحاديث التي يقل أو تقل درجة إتقان رواتها عن درجة الحفاظ المتقنين. وربما لم يأتي، بس وهذا نادر جدا أو قليل، الطبقة اللي هي الثانية دي لا يجد فيها أحاديث تعضد الأحاديث التي ذكرها الحفاظ أو رواها الحفاظ المتقنين، يقوم ينزل للدرجة اللي بعديها. وربما أيضا يأتي إلى الباب ولا يجد فيه حديث
رواه الحفاظ المتقنون اللي هم أول درجة، فينزل لتاني درجة. لكن هو في كل أبوابه إما يذكر القسم الأول أو الثاني، يصدره في أول الباب، ولا يوجد حديث واحد أو باب واحد يصدره بالقسم الثالث. واضح النقطة دي؟ طيب، فبيقول أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني. عرفت يعني إيه القسم الأول والثاني؟ وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال: فهل ألزم يعدق إيه بقى مسلما؟ ألزم ها؟ ألزم وبعدها إيه؟ مسلم؟ مفيش حد عنده مسلما؟ طيب، ألزم مسلم. كنت إيه يعني قلت ممكن تبقى بعض النسخ ألزم مسلما، يعني ألزم ابن الصلاح مسلما. فهل ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود؟ فمعنى كلامهما واحد. الشيخ أبو عمر في كتابه وله: فهل ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما؟ أكرم هذا الشرح؟ لا، كتاب سيد الناس الجزء الأول صفحة 213. وله: فهل ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما؟ طيب، زي ما انا قلت في الاول يعني. طيب، لكن هو وضعها كما هي في الـ في الـ في المد. نعم، في المد خالص. فهل لو قلت زي ما مسلم خلاص خليها بقى هنا كده. فهل ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود؟ فمعنى كلامهما واحد. يعني ابن سيد الناس عايز يقول ايه لابن الصلاح: يا امام، يا ابن الصلاح، انت قلت ان ما سكت عنه ابو داود فهو حسن او صالح. خلاص، خلي برضه في صحيح مسلم: ما سكت عنه مسلم فهو ايه من قبيل الحسن او ايه او صالح، لان اللي عمله مسلم هو نفس اللي عمله ابو داود، ان هو كان يروي عن القسم الاول والثاني. فقالوا: طب والاحاديث الضعيفه اللي هو تكلم عنها ابو داود؟ قال: طيب، ما هو دي ما سكتش عنها، هو بين ضعفها وبين ما فيها من ضعف و أو نكارة أو غرابة ونحو ذلك. إحنا بنتكلم دلوقتي على الأحاديث اللي هو سكت عنها. فزي ما قلنا على مسلم نقول على أبو داود. عايز تحكم على الأحاديث التي سكت عنها أبو داود بأنها حسنة، يبقى أرضا تحكم على الأحاديث، بيقول كده لابن الصلاح يعني، تحكم على الأحاديث التي سكت عنها مسلم بأنها حسنة. طيب، قال: وقول أبي داود وما يشبهه يعني في الصحة ويقاربه يعني فيها أيضا، هو نحو قول مسلم: ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليس بن أبي سليم.
وعطاء بن السائب ويزيد بن زياد. وهؤلاء ليس بن أبي سليم وعطاء ويزيد طبعا وقطع أدنى من مالك وشعبة وسفيان. فأحيانا المسلم يقول أنا إيه لا أجد الحديث عند مالك وشعبة وسفيان وأمثالهم، طب أعمل إيه؟ أضطر إلى أن أنزل إلى الطبقة التي تليه اللي هي طبقة ليث وعطاء وغيره. لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان، ولا فرق بين الطريقين، أي طريق إيه؟ أبو داود وطريق مسلم. ده كل ده اللي بيقوله مين؟ ابن سيد الناس. غير أن مسلما شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود لم يشترطه، فذكر ما يشتد وهمه عنده والتزم البيان عنه. يا عندك ايه بقى؟ فتحرج. انا عمال افكر فيها وانفى ازاي فيخرج من حديث الطبق. هو اعلم الشيخ عليه. الفتحرج. فتحرج هكذا جاء في نسخة الزاي. نعم. وفي الدفع الشيخ. وضبطها كذلك وفسرها للضعيف في زاوية الحرج. نعم. كده تمشي. لا هي فتحرج، لان لو فيخرج طب يعني ابو داود لم فتحرج، لا هي فتحرج ادق. كله بقى يصلح عنده الكلمه. ويقول يعني وفي باقي النسخ التدريب فيخرج. اصل فيخرج يعني معناها مش هيستقيم مع الكلام. وابا داود لم يشترطه، يعني لم يشترط الصحه في كتابه، بدليل انه ذكر احاديث ضعيفه وهو نفسه بين ضعفه. فذكر ما يشتد وهمه عنده والتزم البيان عنه. قال وفي قول ابي داود ان بعضها اصح من بعض، ما يشير الى القدر المشترك بينهما في الصحه وان تفاوتت، لما يقتضيه صيغة أفعل في الأكثر. وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح، بل المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده. أهو يعني الإمام مسلم قال يا جماعة أنا لن أخرج غير الصحيح. أبو داود ما قالش كده، لم يقل أني لن أخرج إلا الصحيح. فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه، أي خرجه مسلم، بأنه حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. مسلم قال أنا ملتزم الصحيح، ما قالش أنا ملتزم الحسن الصحيح. وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن. أهو الصالح إيه؟ يشمل الصحيح والحسن مش الضعيف. فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين. وثم أجوبة أخرى منها أن العملين إنما تشابها في أن كلا أتى بثلاثة أقسام، لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجاله،
وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة. العبارة كده عندكم؟ وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة. ومنها يعني ايه بقى ليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة؟ يعني ممكن راوي يبقى ثقة، ولكن بعض أحاديث تبقى ضعيفة والعكس، يعني هو ثقة لكن لما يروي عن فلان وفلان يبقى ضعيف. وكذلك الراوي مشهور بالضعف، ولكن ليس في كل الرواة، فإذا روى عن فلان بعينه فهو صحيح أو فهو ثقة. يبقى هنا إيه؟ ليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة. ممكن يكون هو إيه ضعيف، لكن في بعض الأحاديث يبقى إيه حديثه صحيح، فلا منافاة بينهما. الايه؟ الاجبار. كيف؟ قد راى ان الجبر حديث حديث الذي رواه من اصل. ممكن ان الضعف ده مثلا واحد ضعيف لسوء حفظه، ولكن هذا الحديث روي من طرق اخرى، فعلمنا أن هذا الحديث من الأحاديث التي حفظها ولم ينسها. يعني هو مثلا بيروي 1000 حديث، تسعمية منهم نسيه، فبيروي أي بيقول اللي يجي في دماغه، ومئة هو فاكرهم جيدا متذكرهم جيدا. واحد من هؤلاء 100 روي من طرق أخرى، يبقى نقول هذا الحديث الذي روي من طرق أخرى هو من 100 اللي هو فاكرهم، ليسوا من 900 اللي هم اختلطوا عليه. فأيضا ليس هناك بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة. مش معنى ان هو ضعيف ان كل احاديثه تبقى ضعيف، بل وارد ان بعض احاديثه تبقى صحيح. ومنها ان ابا داود قال ما كان فيه وهم شديد بينته، ففهم ان ثم شيئا فيه وهم غير شديد لم يلتزم بيانه. طيب وهم غير شديد، ما ممكن يكون الوهم غير الشديد ده ايه؟ راوي قل ضبطه وإتقانه، ده وهم أو ضعف بس غير شديد، يبقى ده يدخل أيضا في قبيل إيه؟ الحسن، يدخل في قبيل الحسن. ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو من الطبقة الثانية. واضحة دي؟ يعني مسلم لم يجد حديثا يرويه في الباب من الطبقة العليا كمالك وسفيان وشعبة، فيقوم ينزل زي ما قلنا إلى حديث ليس ابن أبي سليم وعطاء بن السائب. لكن مسلم عايز يأكد هذا الحديث الذي روي من طريق ليث أو من طريق عطاء، هو لو كان من رواية مالك خلاص مش محتاج يأكده، لأن مالك ده حاجة فوق أوي يعني،
لكن إيه؟ ليث وعطاء ومن في طبقتهم. لا عايز يعني أكد أهو، يعني أنا رويت للناس دول لكن حديثهم أيضا صحيح. فيقوم ينزل للطبقة الثالثة ويأتي بحديث رواها هؤلاء الطبقة الثالثة بمثابة طرق تقوي أحاديث الطبقة الثانية. واضحة؟ وهتقول لي مش فاهم، أزعل قوي. هو عايز يجبر أحاديث الطبقة الثانية بأحاديث الطبقة الثالثة. ليه؟ لأن الطبقة الثانية دي يعني إيه؟ مش حفاظ قوي، ما حفاظ أو كل حاجة، لكن إيه؟ مش حفاظ قوي، يعني زي مالك وسفيان والناس دي. فعايز يأكد يقول لا، هو ده أيضا من الطبقة الثانية، ولكن بتعدد الطرق بتاعته قد يصل إلى مرتبة أصحاب الطبقة الأولى. إيه؟ لأن أنا التزمت في كتابي الصحيح إن أنا آتي بالحديث الصحيح. واضحة؟ الثانية هي الصحيح، ولكن قال ضبطه عن مرتبة الكتاب الأولى. نعم. يعني زي المثال اللي هو ضربه هو ليث بن أبي سليم، مش هتجيبه زي مالك ولا زي شعبة ولا زي سفيان. بتعدد الطرق. لا أنا على طبقة الثانية الصحيح. نعم. الحديث صحيح. نعم. وكيف بدأت المرتبة الثالثة وتجبر؟ لا مش تجبر، أنا قلت تجبر؟ لا يعني العبارة إيه؟ خامت العبارة. يؤكد. مش يجبر، يؤكد. ولكن هو يكون متابعات، أليست المتابعات للجبر فقط؟ لا ليست للجبر فقط، هي الأصل فيها أنها للجبر، ولكن ربما تأتي للتأكيد. وليدلك أيضا على أن هذا الحديث الذي رواه أصحاب الطبقة الثالثة صحيح أيضا، وأنها من القسم من 5% أو 10% اللي صح عندهم. لأن احنا قلنا قبل كده إن الحديث الضعيف ده، بس طبعا مش اللي شديد الضعف، الحديث الضعيف مجرد الضعيف ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله مطلقا. الذي لم يقوله مطلقا ده اللي هو الموضوع، لكن الحديث الضعيف معناه أن نسبة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، يعني احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بنسبة صغيرة، نسبة 10%، 15%، 5%، يعني معناها ان وارد ان 10% من النبي صلى الله عليه وسلم قال، وارد ان النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه 20% قال، بعكس الاحاديث اللي هي بقى صحيحه، وان كان برضو بيختلف درجه التفاوت بينها، زي مثلا الاحاديث التي يرويها مالك وشعبه وسفيان دي كان النبي صلى الله عليه وسلم قالها 100%، ليث وعطاء وغيرهم نسبه النبي صلى الله عليه وسلم قالها مثلا 80%، 90%. واضحه النقطه دي؟ عشان الناس فاهمه، او اكثر الناس يفهم ان ايه حديث ضعيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش مطلقا. لا مش معناه كده، الذي لم يقله مطلقا هو الحديث الموضوع، ويدخل فيه أيضا شديد الضعف.
لكن مجرد الضعيف لا، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه لم يقله، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله بنسبة ضعيفة. احتمال يكون قاله، احتمال يوجد احتمال ولكن نسبة ضعيفة. مجرد رواية من؟ رواة في طبقة الثانية. ممكن أن يقطع إلى طبقة الأولى بغير طبقة الثانية، يعني بغير. لا، كيف هذا؟ ما هم طبقات إزاي؟ وهو لو حيرتقي بدون متابعات ولا شواهد ولا كده، طب ما هو كان حيرتقي، يبقى هو كان من اصحاب الطبقه الاولى من الاول. وهو العلماء قسموا ايه الرواه طبقات، لماذا؟ عشان في طبقه ما نقدرش نتكلم، يعني دول الطبقه العليا، وطبقه متوسطه يعني ايه، يعني اذا وجدنا ما يعني يؤكد روايتهم فبها ونعمت، ما وجدناش برضو روايتهم مقبولة. طيب الطبقة الثالثة دي بقى اللي ايه تحتاج الى طرق ومتابعات وشواهد حتى ينجبر حديثه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.